هذا ما شاء الله تبارك الله، الحوض اللي تذكرونه خذنا منه وزرعنا الحوض اللي وراه، هذا نقدر نشيل منه 60% من الكمية اللي واضحة قدامكم. وبعدها بعد 5 أيام يبدأ يتمدد ويتكاثر وتبدأ ترجع تأخذ منه. الآن بإذن الله راح نصور لكم الحوض الثاني اللي زرعناه قبل 5 أيام. كم يوم سانتس هذا؟ 5 أيام. تقريبا 5 أيام، والفيديوهات موجودة في الحساب، يعني بالتاريخ بالضبط موجودة المقاطع. هذاك الحوض اللي زرعناه قبل 5 أيام، هذيك الأحواض اللي عاد دائما أسحب منها، هذه الأحواض الصغيرة. شوفوا ما شاء الله تبارك الله الكثافة والإنتاج، يصير تأخذ منه ويرجع سكر. شوفوا هذا اللي يسأل يقول كيف طريقة التكاثر والنمو؟ هي طبعا مهما كان ضيق الحوض تبدأ تكاثر وتضغط على نفسها زي ما هو متضح كذا، ويصير تشيل منها ولا كأنك تشيل، يعني مهما أخذت يرجع المكان يسكر. ها، على طول بس مجرد أنه تمدد كذا. هذه مثلا نبغى نسحب هالكمية، هذه شوفوا هو تراكم هنية، وهذه المساحة الفاضية بس تمسحه علشان يرجع ويغطي، ومهما أخذت يرجع ويسكر. وهذا ما شاء الله اللي قلنا لكم قبل 5 أيام الحوض، الآن نقدر نزرع منه أو نعلف منه. ما شاء الله تبارك الله، وهذه طريقة الحصاد من الأزولة. تقدر فيه بعد شبك، نفس الشبك هذا تأخذ وتسحب مرة واحدة، وفيه عدة طرق. احنا نسحب منها على طول ونعلف الطيور، ما يحتاج تجفيف. شفت المساحة اللي أخذنا منها الحينها؟ قدامكم تبدأ ترجع تسكر، تشوفون هنا متراكمة، يعني بس كذا نعطيها مسحة، ومن هنا نعطيها مسحة، ويبدأ يسكر المساحات الفاضية. ولكن حنا نبغى ناخذ بعد، وزي ما ذكرنا لكم زراعتها سهلة، وتقدر تزرعها حتى ولو بالأسياب أو فوق السطح، واحتياجها للماء عملية التبخر فقط لا غير. يعني لو جبت الطشطة البلاستيك وحطيت 3 4 5، هذا الكلام للي عندها طيور بسيطة، طيور حب، طيور دواجن، بط، غيرها، يعني بأي مكان تقدر تزرعها ولا تستهلك عليك ماء، لأن ما فيه أرضية تحتها تشرب الماء. فهذا هو الكيس حافظ لنا الماء، فاقتصادية بالماء. نتكلم عنها الطشطة البلاستيكي اللي يجي دائري وفيه عاد أشكال والوان، لكن الهدف إنه أي شيء يحفظ الماء. حتى لو أنت جبت كيس نفس هذا وحطيت متر بمترين، متر بثلاثة، المكان أو المساحة اللي عندك وضفت عليها الماء وضفت الأزولة، تزرعها مرة واحدة وتبدأ تكاثر عندك باستمرار. بس أول مرة تزرعها وبعدها خلاص تصير تعلف منها، وإذا نويت توسع بس تأخذها بهالشكل هذا وتنزلها للحوض الجديد، وتأكد أن الجذور بس ما هي طافحة على سطح المخر، تبدأ تكاثر عندك. واللي يسأل هل تجففها ولا، حنا لا ما نجففها، على طول نأخذ من الحوض تلقائي ونعطي الطيور. ذلك في بعض الأسئلة اللي جتنا يقول هل زراعتها بالصيف أو بالشتاء؟ زراعتها بأي وقت، ولكنك بالصيف ظلل عليها، وبالشتاء إذا المنطقة عندك باردة، يعني إحنا شمال المملكة الأجواء باردة، الكيس هذا تضيفه فوقها علشان يدفيها. بس من الناس اللي يقول أنا عندي غرفة بس إنها يعني ظلمة ما تدخل عليها الشمس، نقول هذه إنها غير مناسبة،
الأفضل لابد من الضوء، يعني ضوء الشمس ممتاز. لذلك فيه من الناس اللي يقول أنا عندي أشجار، عندي مزرعة وفيها أشجار مظللة، يعني مثل نخل أو أشجار الظل، أقدر أزرعها تحتها؟ نعم تقدر تزرعها تحتها ومناسبة وممتازة. بعض يقول أشوف أنت يا أبو سعود زارعها داخل بيوت محمية، هل لازم البيوت المحمية؟ لا، هو الهدف إنك تظلل عليها، وبالصيف إذا المنطقة عندك باردة غطى عليها بالكيس بس فقط لا غير، وكل فترة زود الماء، فهو علف ممتاز ويقتصد عليك ويقلص عليك يعني بعض الأعلاف، وبنفس الوقت زراعته سهلة وبأي مكان تقدر تزرعه. كذلك ملوحة الماء، يعني تحاول قدر المستطاع إنها ما تكون فوق 1000 الملوحة، يعني ملوحة 500 ملوحة 600 ممتازة. الحين أبغى نشيل منها نعلف الدجاج وكذلك البط. بعد نشيل كمية ثانية ونعطي باقي الدجاج. لو تلاحظون المكان اللي يشيله منه يرجع يسكر، لأن هذه متكثفة على بعضها، فمهما سحبت ترجع تسكر. يا سلام، شوف هذه قدامك شوي 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 تمدد ترجع تسكر. يا سلام يا سلام. وبالنسبة لتصريف الماء بس كذا، بس الماء اللي يطلع ما يحتاج هذاك التجفيف، وبعدها تقدمها للطيور على طول، حنا ما نجففها. والحين يسكرها المناطق الفاتحة، ولو تركها رجعت هي تمدد، ولكن طبع عليها بهالشكل هذا. هذه المساحات اللي أخذناها رجعت وسكرت. هذه تلاحظونها اللي أخذ منها الحين، شوفون بس تسكر. بعدها المكان هذا كثيف ما شلنا منه لحد الآن، المكان هذا كله احنا بس أخذنا من هالمنطقة هذه بس. مهما تصغرت المكان، لا انت كل ما تاخذ منها ترجع هي تسكر، لأنها متراكمة على بعضها زي هالصورة هذه، هاي يصير تأخذ ترجع هي تمدد.